عشواشة. صراحة الكليب الغنية اللي لدي عمدة صرنا سنتين عم نشتغل عليه، بقالي سنتين بحاول أحضر في الغنوة ولم يعني جهزنا، تخيلي خدت 24 شهر عشان تجهز الأغنية بفكرة الكليب. أول سنة عشان نطلع شكل الأغنية يبقى حلو، هو شعبي مودرن، شعبي وفيه مهرجان وفيه يعني يبتدي كده مع جيتار إلكتريك، تحس إنه حاجة روك يعني، فميكس رهيبة غريبة يعني، تحسيها شوي كمان لبنان شوي مثل أغاني الدبكة وهيك. هيدي الغنية فكرة أحمد عبد العزيز موزع الموسيقى، كلمات حسن شافي وألحان أحمد صالح، والغنية أنا كتير حبيتها لأنه غنية عرس، أنا من هواياتي المفضلة أكيد غنى بعرس. وهيدي الغنية أول ما سمعتها الكلام فيها فرح يعني من شخصيتي، أخذ كتير من شخصيتي فحبيتها كتير. أخيرا صورنا الكليب وأنا كتير مبسوطة لأنه عملناه مثل مهرجان، مثل فيستيفال، مثل كارنفال، كان في معنا ناس كتير على التصوير، حوالي مثلا 250 شخص كانوا موجودين في التصوير، وفرق موسيقية وفرق راقصين وناس في الحارة، وصورنا مود اللي هو الفلاحي بس في كونتراديكشن كبير، في معانا مود برضو فانتازيا حلم يعني، وريت الناس شخصيتي كدومينيك ووريتهم شخصية تانية بنت فلاحة، وكان كله ضمن حلم يعني. انت لما حتشوفوا الكليب ان شاء الله يا رب يوفقنا يعني وتشوفوه وتحبوا الناس اكيد، حتستغربي لانه اول مرة انا بصور هيك شيء فيه كومبينيشن يعني. هو مش شرط انه الواحد يكون فنان يعني، هو مش مثقف ولا هو اي كلام ولا هو جاي من تحت الدرج بنقول باللبناني، لا انا كنت تلميذة جامعة مثل كتير بنات اللي عم بيتسألوا على الجامعة، وكنت تلميذة مجتهدة جدا كمان، وخدت ماجستير بالبزنس واندرغراد بالسايكولوجي وبالمحاسبة، واهم شيء انه انا كنت تلميذة مجتهدة كتير يعني، كنت ادرس وكنت بين اول 15 تلميذ بالجامعة، لأنه بابا كان يقول لي أوكي كفي حياتك الفنية وأنت موهوبة وكنت قبل مودل وحلمك الكبير تبقى ممثلة وفنانة يعني مغنية، وبس عشرت الوحيد أنه كفي دراستك على الآخر. فأنا عشان كده كنت أيام الدراسة بدرس وبقرأ مسلسلات وبقرأ ورق بنفس الوقت وبحفظ دوري وبصور ساعات، وأنا بصور عاملة بصل الكاميرا كده عشان حتى الكتاب بتاعي عمال بدرس وهم بيحضروا الكاميرا والإضاءة. فدايما كانت تحصل معايا مواقف مثلا ما نمش وتاني يوم يبقى عندي جامعة الصبح يعني، فروح الجامعة الأساتذة يحسوا علي لأنه يعرف أنه أنا بشتغل كمان بالفن ومرهقة كتير، بس بنفس الوقت يستغربوا لأنه كنت أعمل جهدي أنه كتير أنا perfectionist يعني، بحب كمان ما بحب أعمل شيء ناقص يعني، يا أما بعمله كله يا أما ما بعمله. عائلتي جاية من غير باكراوند، بابا مؤرخ وفيلسوف وباحث ومن مؤسسي الجامعة اللبنانية بصيدا، وكان مدرس جامعة كمان، فبيئة مختلفة خالص، وماما ست بيت صراحة. أنا بحب الفن خلقت هيك، وما بتذكر يعني ما في حدا من عائلتي المقربين فنان، بس خي مثلا وأختي، أختي بتغني صوتها كتير حلو سوبرانو أوبرا، بتغني إنجليش بس مش عربي، وخي بيرسم وبيصور قصص خاصة بالفن بس بطريقة مش مباشرة. بحس أنه هيدا الشيء من البيئة يلي ربينا فيها وعشنا فيها بلبنان، كانت أيام حرب وكان عنا كتير أحلام وكنا دايما حابين، فهيدا الشيء اترفلكت على المجتمع يعني، الحرب كمان البيئة البؤس يعني كنا عايشين فيها نحن وصغار، وانفجارات وأوقات ما في خبز وأوقات ما في مي وأوقات ما في كهرباء، هيدا بنمي شيء بشخصية الفنان وبيعطيه دافع أنه يتقدم أكتر، بس أكيد بيكون في عنده الموهبة من هو بالصغير. أنا بتذكر لما كان عندي 5 سنوات كنت دايما بشوف التيفي وبشوف الناس اللي بالسيرك، كان بيطلع الناس بتوع السيرك يقول أنا عايزة أبقى زيهم أطلع على التيفي وأعمل جومباز وحاجات، وبعد شوية كان عندي 5 سنين ابتدى مثلا بالمدرسة يعملوا فاشن شو، فأنا طلع على المسرح حس حالي ملكة المسرح بالفاشن شو، وكل الناس عملت بوصلي وياي وكيوت ولبسك حلو وبص بتمشي الشاي وبتعمل فوسنج إزاي، وبعد كده التمثيل والأغاني مع الكواير بالمدرسة نحن وصغار، فكتير هيدا الشيء صار ينمى خطوة خطوة يعني، أنا طلعت السلم خطوة خطوة، ما في شيء بيجي بالسهل يعني.
الموقع الفني الأول في مصر، رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهوادي. www.washwasha.org